مرحبا بكم. نص نهار و42 دقيقة ما تبقى من الوقت نستقبل فيه ضيف المشهد، المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سي الأزهر بن نور. ضيف المشهد سي الأزهر، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بك مدام، ومرة أخرى يعني نتأسف لحضرتك وللسادة المستمعين عدم حضوري للاستوديو، تعرف عندي التزامات يعني على مستوى المفاوضات. نعم إن شاء الله ربي يوفقكم. موعد قادمة يعني على رأس نوعينا للإذاعة الوطنية نكونوا حاضرين مباشرة. مرحبا بك، احنا حابين نستغل هذا الوقت القليل معك للحديث عن التجارة البينية بين تونس وليبيا. تعرف وضعية معبر رأس جدير والاتفاق اللي صار بين تونس وليبيا، الجوانب الأمنية ما زالت تعرقل عودة التجارة البينية. في نفس الوقت احنا قدام مشروع معبر قاري ضخم بين تونس وليبيا، ولكن أيضا يربطنا بستة قارات، عملتوا فيه أكثر من اجتماع على مستوى وزارتنا وزارة التجارة التونسية. خليلك الكلمة سي الأزهر، تفضل. هو في حقيقة الأمر يعني فكرة المعبر القاري أتت من خلال مبادرة الأمانة العامة للكاف اللي هي اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لإنشاء طرق برية لتسهيل التبادل التجاري، لأنه أكبر إشكال لتنمية التبادل البيني الإفريقي هو المسائل النقل واللوجستيك، لأنها تمثل يعني إضافة للتكلفة بأكثر من 40%. نعم. وهذا أصبح يعني يعيق كثيرا. احنا انطلقنا من مثال بسيط لما ابتدينا في تطبيق الاتفاقية، الحاوية اللي انطلقت من ميرارادس ورايحة إلى مدينة دولا في الكامرون قعدت أكثر من 45 يوم. هذا في التجارة الدولية يصبح يعني غير مجدي اقتصاديا، يصبح يعني يشكل خسارة للطرفين. لذلك يعني قلنا لماذا لا ندخل قاراتنا الإفريقية عمقنا الاستراتيجي من البر عبر الشقيقة ليبيا، وبدينا ولقينا الدعم أول شيء من الكوميسا. تعرف تونس عضوة في الكوميسا، وتونس دخلت للكوميسا بمساندة كبيرة من الشقيقة ليبيا، ومن خلال هذا شجعنا باش ندخلوا مع اتفاقية الزيكاف ونصبح يعني تهم القارة الكل. ومع زيارة الأمين العام لاتفاقية التجارة القارية الإفريقية أصبح المعبر يعني من ضمن المعابر يعني الممر القاري من ضمن المعابر الاستراتيجية التي يجب التعويل عليها لتنمية التبادل التجاري بين بلدان القارة. نعم. طبعا احنا ننطلق من وضعية صحيح الآن، كل يعني الوضعية الأمنية والمعبر صعبة. حتى نعم. من الحياة الدنيا الأساسية صعبة، لكن احنا ننظر أكثر يعني ننظر إلى الناحية الاستراتيجية وإلى المستقبل، وإن شاء الله يعني إن شاء الله الأوضاع في ليبيا تتحسن، وإحنا يعني متفائلين كثيرا أن الأوضاع تتحسن. وكذلك من الجانب التونسي هنالك يعني مشاريع طموحة جدا على مستوى ديوان المعابر الحدودية. احنا قلنا الممر القاري يفيد ثلاث يعني أعمدة أساسية. العمود الأول اللي انطلقنا فيه ومقدمين فيه هو المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بن قردان اللي هي تبعد 10 كيلومتر فقط على المعبر. العمود الثاني هو على مستوى إعادة تهيئة معبر رأس جدير ليستجيب المعايير الدولية على مستوى احترام قواعد المكوث وكذلك قواعد انسيابية السلع وكذلك قواعد السفر، لأنه من ننساوش اللي معبر رأس جدير هو أكبر معبر بري في القارة الإفريقية من ناحية عدد المسافرين ومن ناحية عدد الشاحنات والحاويات. إذن هذا المعبر عنده بعد استراتيجي، وهذا تم تحسيس كل يعني مكونات الاتفاقية القارية الإفريقية وكل المسؤولين، ولذلك يعني هنالك وعود كبيرة بأنهم بيدعموا هذا المشروع. العمود الثالث هو أننا نفتح الطريق نحو الوصول إلى البلدان الإفريقية التي لا تطل على البحر، اللي هي 6 دول اللي هي طبعا النيجر، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، وكذلك أفريقيا الوسطى. وهذه الدول سنفتح لها نافذة للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وإحنا وقت اللي حكينا مع المسؤولين في هذه الدول يقول لك هذا حلم تاع الأجداد متاعنا منذ يعني أن هذه الدول أصبحت انعتقت من براثن الاحتلال الأوروبي. نعم. فإنها تتوق إلى الوصول إلى البحر وأساسا البحر المتوسط، وهي يعني تساند هذا المشروع، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة سيتم
الانطلاق الحقيقي احنا على مستوى وزارة التجارة قمنا بدراسة لنحدد كيفية إنجاز هذا المشروع الطموح والضخم أن نسميه مشروع يعني القرن المقبل بالنسبة لتونس وبالنسبة للقارة الإفريقية، أنك تربط شمال إفريقيا البحر المتوسط بستة دول تعاني من عدم ربطها بالتجارة الدولية. نعم سي الأزهر، يعني مشروع ضخم كي نحكيه على ممر قاري يربط تونس وليبيا بستة دول إفريقية على أرض الواقع، إذا كان نجمو نحكيه على سقف زمني على مراحل تنفيذ هذا المشروع الحلم، في قديش وقت هو ممكن وشنو الخطوات اللي بدتها تونس؟ الخطوات اللي بدتها تونس على مستوى المكون الأول اللي هو العمود الأول المنطقة الحرة. نعم المنطقة الحرة نحن يعني في المراحل النهائية لإنشاء الشركة، البنى التحتية الخارجية تقريبا اكتملت، المنطقة الحرة حاضرة وإن شاء الله نبحث على شريك استراتيجي للقيام بالتهيئة الداخلية، والشركة ستكون يعني مساهم فيها ديوان تونسي للتجارة وهناك مساهمة غرف التجارة والسلطات الجهوية، هي ستصبح واقع ملموس وسيتم طبعا في فترة وجيزة الترفيع في رأس المال والبحث عن شريك استراتيجي للقيام بأعمال التهيئة الداخلية واستقبال المستثمرين والتجار من كافة أنحاء العالم الذين يريدون أن يشتغلون على السوق الليبية وسوق ما بعد ليبيا، يعني سوق اللي هي تهم الممر، وعلى مستوى تهيئة المعبر وتأمينه واللوجستيك وإعادة يعني أنه يكون المعبر بوابة إفريقيا كما تطبق أنه يكون المشروع. بالنسبة للمعبر، بالنسبة للمعبر الآن عندنا أول شيء موافقة يعني قريبة نهائية من الأمانة العامة للكوميسا أننا سنقوم بكافة الدراسات وهي بتتحمل تكاليف تاع كل الدراسات وكل ما هو يهم النواحي التي ستسهل عمل المصالح الغاديكة، مصالح الديوانة، مصالح شرطة الحدود. بطبيعة ديوان المعابر الحدودية عنده مخطط مديري وعنده دراسة جاهزة، تقريب مثال التهيئة متاع المعبر موجودة وجاهزة، وطبعا سيقومون بكافة الإجراءات لإنجاز الصفقات التي ستنطلق الأشغال. يعني تونس احنا متقدمين برشا، يبقى على مستوى الغاز يعني بعد تونس احنا الآن نحكيه مع كافة الشركاء ومع كافة الممولين الدوليين، المشروع يلقى باستحسان وبمساندة كبيرة وإن شاء الله سيتم طبعا بالتعاون مع الأشقاء في ليبيا تقديم هذا المشروع. نعم إن شاء الله، وإحنا أكيد باش نرجعوا لتفاصيله في كل لبنات نضاف في المشروع هذا. يا سي الأزهر، ما إنك معانا سي الأزهر بن نور مدير التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، نجموش ناخذوا من عندك معلومة على مسألة التجارة البينية بين تونس وليبيا اللي نص عليها الاتفاق الأخير بين وزارتي الداخلية، ولكن رجعت السفر، رجعت حركة العبور والمعاملات التجارية ما زالت متوقفة. والله يشوف هذه يعني احنا على مستوى تونس يعني من جانب تونس ما عندنا حتى اشكال، هذه جوانب تنظيميه عند الشقيقه ليبيا يعني ما ندخلوش فيها، تعرف احنا نحترم سياده كل الدول ولا نتدخل في شانها الداخلي، لكن احنا دائما في تشاور وفي تواصل مع الجانب الليبي لتنظيم يعني كل هذه الجوانب على مستوى التجاره. احنا دائما نبحث على مصلحه البلدين يعني واستقرار تونس ومن استقرار ليبيا، والتجار اللي قاعدين يخدموا بين البلدين يعني عندهم مصلحة أنه الوضعية تتحسن. نعم. وإن شاء الله إحنا يعني مع ما تقوم به يعني زملائنا في وزارة الداخلية من مجهودات جبارة جدا للقيام بهذه، إحنا على مستوى وزارة التجارة قايمين بدورنا وقاعدين نسهلوا وقاعدين نعطيه في المعلومة للمصدرين التونسيين باش يشتغلوا بكل أريحية على نحو السوق الليبية. نعم. وإن شاء الله يعني إحنا كوننا على فكرة يعني كوننا فريق مشترك تونسي ليبي لفض كل الإشكاليات على مستوى المعبر، والفريق هذا يعني إن شاء الله باش نزيد نفعله أكثر لأنه مع تغيير بعض المسؤولين على مستوى الإدارات المعنية مباشرة باش نحاولوا أنه نجتمع في أقرب وقت بهذا الفريق المشترك، وإن شاء الله يعني يتم الاجتماع لما لا في في معبر راس. شكرا سي الأزهر، شكرا لك سي الأزهر بن نور المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، قدمت لنا بعض التوضيحات والتفاصيل. مشكور. التجارة البينية، مشروع المعبر القاري بين تونس وليبيا وست بلدان إفريقية. باش نعطيكم التعليق، نستسمحكم فقط في ثلاثة دقائق نسمعوا تقرير ماهر الفرشيشي عن وضعية بوابة راس جدير الحدودية في علاقة بنقطة التبادلات التجارية.
معبر راس جديرة الحدودي يعد من أكبر المعابر حيوية واستراتيجية بين تونس وليبيا، حيث يلعب هذا المعبر دورا محوريا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بفضل دوره الرئيسي في حركة التوريد والتصدير، وما يجعله محركا أساسيا للاقتصاد الوطني التونسي. وقد تم إنشاء معبر راس جدير في منتصف القرن العشرين كجزء من الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا. بدأ المعبر كنقطة عبور صغيرة، لكن مع تزايد النشاط التجاري بين البلدين توسع المعبر بشكل كبير. شهدت المنطقة تحولات كبيرة في البنية التحتية لدعم الزيادة المستمرة في حركة النقل والتجارة، وبما في ذلك إنشاء مرافق متطورة لتخزين البضائع وتسهيل العمليات الديوانية. ويلعب معبر راس جدير دورا حاسما في الاقتصاد التونسي، حيث يعد الممر الرئيسي الذي تعبر منه السلع بين تونس وليبيا. هذا المعبر يشكل حوالي 60% من حجم التبادل التجاري بين البلدين. في سنة 2023 وصل حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا عبر المعبر الحدودي براس جدير إلى حدود 1.5 مليار دولار. تشمل الصادرات التونسية عبر هذا المعبر المنتجات الزراعية مثل الزيتون والتمور، بالإضافة للمنتجات الصناعية كالمواد البتروكيماوية والمنتجات الإلكترونية. في المقابل تستورد تونس من ليبيا مواد خام مثل النفط، إضافة إلى سلع استهلاكية أخرى. رغم الأهمية الاستراتيجية لمعبر راس جدير، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق إمكانياته الكاملة في تعزيز التجارة بين تونس وليبيا، وأهمها الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا بين الفينة والأخرى، والتي تتسبب أحيانا في إغلاق المعبر مما يعطل التدفق التجاري. هذا إضافة إلى إشكاليات في البنية التحتية التي على الرغم من التحسينات التي شهدها المعبر، إلا أنها لا تزال بحاجة لتطويرها بشكل أكبر. يحتاج المعبر إلى توسعة المرافق الحالية وتحسين الطرق المؤدية إليه لضمان انسيابية حركة النقل وتجنب الازدحام. وفي السنوات الأخيرة اتخذت الحكومتان التونسية الليبية عدة قرارات تهدف لتحسين الأداء في معبر راس جدير الحدودي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن بين أهم هذه القرارات اتفاق على إنشاء منطقة حرة مشتركة بين تونس وليبيا قرب معبر راس جدير، تهدف لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، في خطوة من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني على الحدود بين البلدين، وذلك من خلال دوريات مشتركة ومراقبة مكثفة للحد من الأنشطة غير القانونية وضمان سلامة المعبر. وقد تم توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين تونس وليبيا، الهدف منها تقليل الحواجز التجارية وتحفيز التبادل التجاري بين تونس وليبيا. يظل معبر راس جدير الحدودي نقطة حيوية للاقتصاد التونسي، يلعب دورا محوريا في التوريد والتصدير بين تونس وليبيا. على الرغم من العقبات التي تعترض سبيل تطور المبادرات التجارية عبر هذا المعبر، فإن الجهود مستمرة لتحسين الأمن والبنية التحتية وتعزيز التعاون الثنائي، وتعد بمستقبل أفضل للمعبر مما سيزيد من إسهامه في دفع الاقتصاد التونسي. الدور التجاري والاقتصادي لمعبر راس جدير تحول لبوابة كاملة للقارة الإفريقية. سي خالد كرونة، عندي ملاحظتين. نعم. على السريع، هو أنه ثم شوية تناقض ما بين بطبيعة نحبوش نرجع للأوضاع متاع إغلاق المعبر من عدمه، اللي هو مرتبط في الفترات الأخيرة الكل بما يجري في شقيقة ليبيا وإحنا ما عندناش بيدخل. لكن اللي يهمني هو أنه يعمل ملاحظة وردت في التقرير، وهي ملاحظة معناها وجيهة جدا. نعم. أنه وقت اللي احنا نحب يكون المعبر هذا وهو مع أهم معبر حدودي بري في القارة الإفريقية، يلزم زاد من ناحية تنظيمية من ناحية اللوجستيك ومن ناحية البنية التحتية يكون ملائم، لأنه أي واحد تونسي يعرف معبر راس جدير هذه مسؤولية، ماهيش مسؤولية الإخوة الليبيين وحدهم، هذه حتى مسؤوليتنا احنا، لأن وضعية المعبر وضعية مزرية حاليا ولا تليق بمعبر نريد أن يكون بوابة كما كنت تذكري لإفريقيا. نعم. رغم أنه الحلم هذا هو حلم جميل، لكن سنحكم عليه من خلال الأداء في الواقع، لأنه هذا توا ثم اتفاقيات ثم برامج مربوطة شوية بالوضع الأمني في ليبيا، لكن مربوطة زادة بمنظومة قانونية وبمستوى رفع مستوى التبادل التجاري مع الستة الدول هذية اللي احنا نحبه. هي مستفيدة من أن تكون تلقى روحها عند بوابة البحر المتوسط، لكن احنا نحب نلقوا بوابة لقارتنا التي كنا حكمنا على أنفسنا عقودا طويلة بأن ننبذ أنفسنا. نعم، حكيت على رقم معاملات تجارية، باش نمشي بالرقم هذية مع صهيب المزريقي. 970 مليون دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عام 2022، والطموح هو 1.5 مليون دولار بحلول 2025. الإشكال ليليا، طموحاتنا تعانق السماء في حين أن أرجلنا لا زالت تحت الأرض. الإشكالية وين؟
اليوم انه انا باش ننطلق من السؤال اللي انت طرحته على على الضيف من ناحيه الزمن في اطار يعني تطبيق لهذه الاتفاقيات، وحنا نعرف ان الاتفاقيات هي مجرد تعبير عن حسن النوايا. نعم. ما لم تكن يعني مقننه بجمله من التشريعات المنظمه من جهه، وايضا الخطوات المشفوعه في سبيل يعني تطبيق هذه الاتفاقيات. انت سالت على الزمن، انا نقول لك انه الزمن لا تتحكم فيه تونس للاسف، الزمن هو المتحكم فيه هي الاوضاع الليبيه من جهه. احنا سمعنا انه الضيف ايضا يتكلم على انه عندنا اتفاقيات مع ليبيا والى غير ذلك، والامانه العامه للتجاره الإفريقية في سبيل يعني أنه تكون هنالك تعزيز انفتاحنا على قارتنا الإفريقية اللي احنا للأسف لم نستوعب بعد يعني البعد التاريخي والاقتصادي في إطار علاقتنا بإفريقيا كقوة اقتصادية نامية وكبيرة، في حين أنه بعض أنه كل الدول الأخرى اللي هي تحب تشكل يعني أقطاب اقتصادية لغير ذلك وعدت بهذه اللحظة. فاليوم أنا نشوف أنه الزمن مرتبط أولا بليبيا، ثاني حاجة احنا اليوم في صورة ما مرتاح الأوضاع، وإحنا لا نرجو ذلك أنه ما فماش الأوضاع استقرت. نعم. في ليبيا شنو البديل؟ شنو البديل في إطار فتحنا العمق الأفريقي؟ شكرا سي خالد، شكرا حنم بوربيع، علي القادري، ماهر فرشيشي، ضياء الدين الكريفي، وهب الواعر، فاروق الزرعي، عمار جبالي، حميد الورغي. بعد شوية موجز نشرة الأخبار معنا في سحسني الدكتور.